وبتساوي دويتو بعد انت ايه انا اسوي سنتين، بعد دوتو بعدين؟ سنتين، سنتين مين تعدد سنتين حذفه. شلونك الله بعد اخبار جولة؟ والله الحمد لله خلاص. بكره بكره يا جماعه بكره جهزوا حالكم لفيديو تيك توك على الساعه 6 7 توقيت دبي لاغنيه الميزان على اليوتيوب، من 3 ايام نازله، صار لي 3 مليون مشاهده. اقول لك عمار ترى هيك شعرك حلو. ها والله حلو التغيير. ايه انا شويه طولته والله، بس لا يعني... رجعه رجعه. ايوه. لا رجع رجع لا بس تدري شعرك سرح هسه. انا شعري مو مثل شعرك. انت مالتي خشن يعني شويه. اي انت شعرك سرح، انا اذا ما سشوار كله ملفلف. اوف. طب مو هو مستعد لتخسر يا جماعه؟ كبسوا على الشاشه شيروا اللايف. لا احنا حنفوز يعني حنفوز. خلينا نخليه يسوي ديوتو معنا. لا اقول لك يصور. اقول لكم ترى جاي يخسرني حتى انا في دوتو، فانتبهوا. من هسه اقول لكم نربح لا حتى ما نفذ لحكام. لا اذا خسرتك راح نفذ احكام. اذا خسرتك راح تسوي فيديو على صوت مسيطره. لا ايش راح يقول؟ بس هو ليش انا اقول لكم هو ليش هسه يرادي يلعب وياي مره ثانيه؟ انا اقول لكم ليش. حتى الحكم هذاك يلغيها. لا يا صاحبي حتى لو لغيتها اسوي لك. لا يا صاحبي لا 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 حقيقه هذا. اذا انا ما دعمتك مين حيدعمك؟ اذا انا ما وقفت وياك لا تسلم حبيبي، هذا حكم هذا قلبي. وانا هسه راح اسوي اني هسه راح اسوي حتى راح اسوي دوتو اني. اوف طبعا هيك صار الحكي يا عمار. دقيقه بدك يكون معاملتنا احكام ودوتوات. ايش صفن بشو؟ نعم بدك يكون التعامل بيناتنا احكام ودوتات؟ لا لا لحظة، إذا بدك هيك قول لي من هلا. أنت بس حتخسر ترى. أخسر عادي، بس قول لي الكلمة اللي بدك تحكيها. بدك التعامل بيناتنا أحكام ودوتات؟ شوف أقول لك شغلة واحدة. ها إحنا أخوة في البرنامج وأصدقاء، لكن وأعز إن شاء الله. الأحكام موضوع ثاني. يعني أفهم من كلامك بدك أوكي خلص أنا معك. أنا معك. هو عباله ترى اقول لك هذا تقول لي اقول لك مو اقول لك. هو عباله هم دائما اللي ما يعرفون اللهجه العراقيه عبالهم اقول لك يعني انا هذا على اساس حكي عراقي. لا اقول لك وللبنت اقول لك. نعم اوكي اقول لك انا اتكلم عراقي يعني انا سكنت في العراق. نور انت من اي محافظه بسوريا؟ حلب. اوه حلب. زين اقول لك باي مدينه اللي متكلمون؟ جويدة. شام. شو بتعمل؟ شام. والله؟ تعرف تحكي إيه. مثلهم؟ انا خبرك. لا والله مو في 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 هيك ناس اوفر صح للصراحه. والله. اوكي. شو بدك تاكل؟ ماله؟ والله يذبحونا الشوام ورب يذبحونا الشوام. بس يخبل والله. حبوب انا هذا اللهجه اللي اهل الشام. ايه كلش حلو. شوف اغلبهم ما يتكلموا كذا، بس انه في عندهم احياء شعبيه عندهم اللهجه احيه يعني اوفر. اللي هو كيف باب الحاره هيك، بس مو مثل باب الحاره يعني. بقول لها دقيقه كمان هيك. ايه باب الحاره مشان يجي صح؟ ايه شويده. ايه صح. شو ايه. بس في هل الضيعه همينه حلو. ايه عندنا الضيعه لهجتهم حلوه، لهجتهم غريبه على العراق. صح ايه يعني عندنا دير الزور هي حدوديه اصلا مع العراق، كثير قريبه كثير. كلش قريب صح. بس اسمع نجي للصراحه كلهجات سوريه انا بحب اللهجه الحمصيه كثير حلوه. اللي هن بيحكوا بالضمه حمص كبي عرفت؟ ما بقولوا كبه، كبي. تدري نحن يسموه عندنا اكله دائما نسميها كبه حلب. يعني هي اصلها من حلب الاكله هاي؟ احنا نقول كبه حلب. الله اذا حكيت راح يطلع مليون واحد يقول لا، بس يعني نحن معروفين بالكباب والمحاشي والمشاوي. احنا منها بس الكبه هاي احنا بالعراق نسميها كبه حلب، قد ما ادري يعني هي انت الفستق تسمونه فستق حلبي. فستق حلب ايه. كل العالم يسميه فستق حلب. في عندنا شغلات من حلب. هبه شكرا كثير يا جماعه ما نخسر.
شوفوا الفرق بس الطريقة اللي عندنا مختلف يمكن، بس هو تسمت بهذا الاسم يعني. تسمت لأنه يمكن الأكل تأخذت من هنيك من زمن الأزمان. صح يعني مثلا آخر الثواني مثلا إذا تخسر مثلا يعني كوبة حلب وهالأمور أكل الجحفلة جولتين يعني. جحفلة بمليون شنو ما افتهمت. شكرا شكرا. جحفلة بجولتين بدك تغشني؟ والله أخذنا الجولة ولا عرفنا. تدرون شنو نخسر؟ والله العظيم. يلا جحفلة جولتين روح يا جماعة ركزوا بقى. حاج بالله عليك وحاج نخسر اليوم ترى ما نخسر حتى طلعت مع ملاحي خسرت اليوم حظي زفت أنا خسرت ملاحي. مهم كابسوا على الشاشة وشيروا اللايف واللي معه لا يقصر. قلت لكم وجهه يخسرنا بس صوته ما يخسرنا، صوته يكسرنا. يلا ايه كمل كمل. انتوا كعراقيين مثلا شو عندكم شيء مشهور يعني؟ مثلا نحن فستق حلبي كل الدول العربية يعرفوا انه فستق. هواي شغلات ايه احكي لنا واحدة مثلا. هواية يعني قصدك بالأكل؟ أي شيء أي شيء يكون له رمز عندكم يعني. مثلا نحن عنا أنه الأغاني العراقية واو. إيه طبعا أنت عينت قلت أغاني عراقية. إيه أغاني العراقية مثلا إيه؟ رمز بس ما في شيء معين. إيه بس لازم تقول شنو بالضبط على الأكل ولا شنو. إذا على الأكل في أشياء مميزة بالعراق يعني. في عندكم صحيح الدولمة. الله الدولمة صح. دولمة مرة طبخناها. انت ماكل دولمة عراقية؟ انا ماكل دولمة عراقية ويا ريت ما اكلتها من ايدين اشخاص. ليش؟ ما طيبة ابدا. بس انا لانه اكلتها من ايدين اشخاص لازم 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 اي صح. مزقوف. مزقوف هذا اكلتي المفضلة كل اسبوع باكله هون بدول. تعال عزمك على مزقوف بكرة. بقول لك تدري وين تروح تاكل اكل مضبوط وتاكل فيه اكل كردي؟ شوف وين؟ كردي في اشياء مختلفه. روح على مطعم بخاف اشيل اعلان بعدين انا انطيك. طيب إيه. بس مهم انا هون عندي مطعم عراقي اروح عليه اكل مسقوف هيك. المسقوف هيك رهيب. دقيقه وين صاير هسه اقول لك هو ولا لا؟ بلا شيخ زايد. لا صاير على الزاويه. انا ادلك على مكان انا ترى كل مطعم رايح له. هذا المطعم تلقي كل شيء بيرفكت خاصة المزقوف والدولمة. المزقوف انت بس كل الدولمة هنا. انت كل الدولمة هناك يعني كأنه شغل بيت. اي والله مثل شغل بيت. حلو حلو اوكي جد. بس سكر قول لي انا ما بحب لك العراق كثير. بس اسمع من بعد المزقوف لا تقول لي دولمة ما دولمة. بعد المزقوف ما في مزقوف. على مزقوف يخبط يابا. اقسم بالله انا اكل بطريقه وحشيه. البس الكلافز ويلا يا جماعه. اسمعوا حاج نخسر بالله عليكم. 26 ورده بعد اذنكم حطوا ورد. والبعصرمة لبن اربيل. اسمه شنينه. كباب اربيل. كباب اربيل محل هذا اسمه والله. لا هو كباب اربيل يعني. بس هو اكو محل كباب اربيل. ليش بس هو انا قربته. هو اخوي اقول لك شغله واحده. اعلان روح على مطعم اربيل كل شيء تلقي. ترى صاحبه رفيقي. ايه اعرف ميران. ورايح عليه كثير صديق. هذا مطعم ميران يخبل. اربيل رهيب الصراحه بيستاهل. وشوف بس مو اكو اربيل اثنين. في اثنين في المنطقه اللي بالرقه بالديره بالرقه. في القريبة على الجميرة. لا شوف اللي بالجميرة أخلي يعني. حتى مرة قلت الميران قلت اللي بالجميرة أكله ما يعجبني. أوكي ما أعرف طباخ هناك ما أعرف شونه. بس اللي بالرقة جرب اللي بالرقة. أوكي فتشي خرافي. فتشي خرافي يا ربي والله. صح المنطقة يعني منطقة هناك شعبي ومو مثل الجميرة. بس أنت ما عليك من هذا الموضوع. روح على المحل هذا يخبل كل اكلاتهم حتى القوزي مالته مختلف. والله شيء جميل. احكي لي عن مرة انت مستقر في دبي. يعني انا شوف بين دبي وبين يعني حسك تعرف دبي. حسك تعرفها يعني فيها. عندك بيت طيب زمان هنا بس ما اروح. ها ساكن ببيت ولا مستاجر اوتيل؟ كنت ساكن في بيت بس طلعت منه لانه رحت رجعت فطلعت منه قلت على اساس بغير مكاني. فبعدين جيت هسه ساكن بفندق هسه حاليا. وهالمره زيارتك كم راح تطول؟ يعني ممكن والله ما ادري. ها
حمود يمكن ايام يمكن هيك شيء. انت لحظه شوي، انت عم نزل لك ما شاء الله سكور، ما شاء الله تستاهل وتستاهل، مش حسد ولا دقيقة عين، بس ليش ما قلت لهم كبسوا ولا قلت لهم نزلوا ولا قلت لهم راح يخسروا ولا قلت لهم جحفلوا؟ يعني امزح امزح، تستاهل والله تستاهل تستاهل حبيب قلبي. طيب تدري نورمال هذا في شقه؟ هاي شقه ايه، بس حلو مسوي الغرفه. شوف اني تدري هذا ذوقي، انا فرشت كل بيتي بسعر جدا رخيص مع اني جبت احسن الاشياء، بس لانه اشياء قليله بس مكان الصح. فهم عليك، اني يهمني كلش الديكور البيت لانه يغير جذريا وحتى نفسيا ترتاح. صح، يعني اذا دخلت غرفه او صاله اللي كان ديكورها حلو وكلاسيك، انا ممكن انا يعجبني كلاسيك. حتى الاضاءه اني مرات يعني اذا كان انا اكره الاضاءه البيضه. اه ما حلو الصفحة احلى على شو يسموه البيضه، احس انه مدري تحس انه انت بمستشفى يعني، ما اعرف ما ارتاح. بس الاضاءه الشمسي مو صفراء، شمسي يسموه ما بس انا حتى انا عندي اضاءات بكل مكان، كل مكان وين ما بتروح في اضاءات، انا بحب الاضاءات بكل مكان. حتى الحائط حلو مسوي هذا، حتى حاطط ملاكمه شايفه ترى طويل اطول مني اوه مظبط الوضع. طيب احكي لي خلاص، تستاهل الصراحه. خلاص انا ما عندي احكام تعرف، بس هذاك الموضوع سويها وخلص لا اكثر. ونتمنى لك التوفيق حبيب نور حبيبنا، وان شاء الله اذا صار فرصه بالكد انت يكون عندك مجال واني ان شاء الله نلتقي. ان شاء الله تشرف، نشرف بيك حبيبنا. خليك ويا ناسك واحبابك وسلم لنا. وصل يا كبير، يلا نشوفك على خير. هلا السلام. السلام.